بكم في قناتكم ستيتش في فيديو جديد ولعبات برينتس. هاي الحلقة العاشرة قبل ما نبلش الفيديو لا تنسونا اللايك وشير وسبسكرايب ويلا ليتس جو. شو راح نعمل؟ ساعد الرجل على الهرب. اوكي يمكن تنزل السيارة يمكن ما بعرف. ليكم وبعدين شو بعدين شو والله ما بعرف حركت كل شيء هلا وبعدين فهمت كيف وهذا الرجل راح يركب سيارته ويمشي ويسوق خلاص ما بعرف. زومبي غبي ساعد البطل. شو راح ساعده؟ راح نلمس الشاشة كلها هلا راح هيك هلا طاروا هدوك وصار فرح وصار سعيد كثير هذاك الرجل. راح الكلام يلا نفوت يلا عمل بطولي اخر التالي ابحث عن الحلقة قبل ان يرى الاخرون وجهها. شو راح نعمل هلا؟ شو راح نحرك كل الشاشة هلا راح نلمسها كلها لأني أنا حمارة كتير بهاي اللعبة. شو مسحت الأفهم سنة هلا وفزت بهاي المرحلة ويلا نكمل. يلا ومن رجل محترم إنها متعبة ساعدها من فضلك. شو راح نعمل هلا؟ يمكن راح نحطن لا راح نفتح هاي وبعدين نحطن راح صفن هيك هاي سهلة كتير وبعدين راح نغلق. شو هون صحون موسخين كتير لهيك راح نجليهم. والله شو هلأ صارت فرحة كتير لأنه ساعدناها بأعمال تنظيف المطبخ. الجميع يحتاج إلى مساعد مثلك. أوكي انا طلعت شطورة بهي اللعبة والله ما كنت اعرف اني هيك. التالي سعيدة في ضرب الهدف. شو يمكن هيك هاي سهلة كثير والله سهلة كثير. لقد اصبحت رامية جيدة. انا عم اتعلم هدول الاشياء والله بحبهم كثير الالعاب هدول. يلا راح نفوت يلا. مساعدة الملاك الازرق. شو راح نعمل؟ قاتل. شو راح نعمل كمان؟ يا الله فهمت كيف فهمت. راح ملاكم الاحمر راح وشو راح نصده بالجهة يلي هنيك يلا هيك وبعدين قاتل. والله اني كاسو والله كانت هاي اللعبة ممتعة كثير وتسليت معها. فوز اخر لملاكمين المسكين. اوه مسكين والله انا خدعته هلا كنت عم اخدعه هلا. كيف يمكن لميلو القفز هذه المرة؟ يمكن راح نحرك الغيوم اكيد. شو راح اقفز؟ شو راح يصير؟ هلا اذا قفزنا هلا راح نطيح بالوسط. شو راح نعمل؟ والله هي سهلة كثير. علينا إيقاف هذا الوحش. راح نذبحه هلا. شو راح نعمل هلا؟ والله شو هاد؟ شو صار هلا؟ والله ما بعرف. أنا شلت هيو بس نحن أنا أصدقاء. أنا صرت صديقة من قبل لإلك. يلا راح نحفل. الحصان يحتاج إلى أميرة الآن. اكيد راح نحرك النجمة او هيك شي ما بعرف. هون مطرقة
هلا ضربنا الساحرة شو راح يصير؟ يمكن راح نشيل نجمة من هدول. شو راح نعمل هلا؟ والله ما بعرف. يلا يلا، والله ما صرت اعرف شو راح اعمل هلا. شو راح المس؟ ما في شيء. شو صار هلا؟ يا الله، شو صار؟ والله ما بعرف شو صار. انا كنت عم اعرف الشاشة وبس. رغبات ولا حدود لها. اوكي اتالي اجمع التفاحات. شو ها؟ هاي سهلة كتير. هيك اجمع تفاحات. شو راح يصير؟ انا ما بعرف شو راح يصير هلا. هلا احنا والله ما كنت اتوقع اني ذكيه لهي الدرجه. تلك البندوره لم تستطع خداعك. اوكي، لاني انا ذكيه وهي غبيه، ما عرفت تعمل لي مقلب، ما عرفت كيف تخدعني لهيك. فزت علي انا. نحن بحاجة إلى نار. هون الولاعة، رح نخرج شو رح نعمل هلأ؟ شو هون؟ شمس. فهمت كيف؟ والله هاي سهلة كتير. أنا كنت عم حرك الشاشة، لقيت شمس. لما الشمس تضرب برأس الشاب، لما ضربت برأس الشاب، الشمس من رأس الشاب للحطب، انشعلت الحطب، ويا له من رأس لامع. لأن هو ما عنده شعر برأس. هل أتالي؟ أرسم مثلثا من فضلك. شو هاد؟ هيك أكيد سهل كتير. هيك هي سهلة، والله إنها سهلة. تفكير جيد. هناك بعض الأشياء الغريبة التي تحدث هنا، ابحث عنها. هون صلدعون في وسط الأسماك أو ما بعرف شو. هون. شو هون صلدعون؟ ما بعرف. قد لقينا بعض النفايات المشعة في هذه المياه. اوكي، هو بحاجة الى القليل من المساعدة. راح نشيل المطرقة. شو راح نعمل بالمطرقة كمان؟ هون عم يصرخ ابوه على ابنه. هون الابن شال ما بعرف شو. شوف 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 شوف. يلا نكمل. راح نشيل كلمة مساعدة يمكن. ياي ياي. او ماي جاد، والله هاد
فصحوني كتير ما بحبو هاد. عندما تكون في خطر أصرخ بصوت عالي ساعدوني. عندما تكون في خطر أصرخ بصوت عالي. ما بعرف شو، بعدين لحم، وبعدين سلطة، وبعدين طماطم وبصل، ما بعرف شو هاد المسخرة. شو كيف، ما بعرف كيف، يا الله. هيك راح لما شو عم نشوف نحن في البرجر تبع صديقه، راح نحط هيك سلطة، هيك. شو انا كنت عم حط البصل والطماطم وما بعرف شو. الوجبات السريعة فعلا تجهز بسرعة، يعمل الكمبيوتر ببطء شديد مما يجعله حزين. شو هاي، شو هاد، هاي نظارات او شي هيك، شو هاد، هون كمان اشياء كتير ليكو. كان الغبار كتير متكركب داخل ما بعرف شو، لا هيك نحن نظفناه وصار يعمل بسرعة. لا هيك، لا لقد تأخر كثيرا عن العمل. اوكي راح نساعده هلا، راح يمكن نرجع الوقت. شوف هون، يمكن خداع ولكن ليس خداع رئيسه. اوكي ساعد الرجل في منزله. اي هاد، يا الله اجتهد كثير المرحله. هذا المطار لا يزال اكثر امان ما بعرف شو. يلا ممكن وصلنا نهاية الفيديو، وما تنسونا اللايك والشير والسبسكرايب، تكتبوا لنا بالتعليقات اذا عجبتكم هاي الحلقه ام لا، ما تنسوا تتابعونا حساباتنا الان بالوصف. باي.